نبقى مع بعض المشاهد أو الصور التي وصلت إلى غرفة الأخبار، وذلك لحظة وقوع الانفجار، ويسمع أيضا فيها بوضوح دوي هذا الانفجار. إذن كما رأينا وإياكم، هذه بعض المشاهد التي وصلت إلى غرفة الأخبار التي تؤشر إذن إلى انفجار كان قد وقع، وذلك قرب مدفن قاسم سليماني. تزامن ذلك إذن مع مراسم تأبينه في ذكرى مقتله الرابعة، إذ كان قد قتل وذلك إثر استهداف أمريكي لقاسم سليماني، وكان برفقة أبو مهدي المهندس نائب الحشد الشعبي في وقتها، إضافة إلى عشرات آخرين قرب مطار بغداد. كانت القوات الأمريكية في وقتها قد استهدفت هؤلاء بثلاثة صواريخ كاتيوشا. الأنباء بحسب ما يصل إلى غرفة الأخبار وعلى لسان التلفزيون الإيراني الرسمي تحدثت عن ضحايا، أشرت إلى عددهم بعشر إصابات حتى هذه اللحظة. أيضا بحسب ما جاء على لسان مهر الإيرانية فإن هذا الانفجار قد وقع باسطوانات للغاز. هذه آخر الأخبار المتعلقة بهذا الانفجار خلال الدقائق الماضية.